يعني هاي الطيرة اللي عملنا لها العملية الفترة وتمينا فيها وتمينا فتحتها. كان عندها تحشير في البيض وقعدت يومين ثلاثة بتعاني وطلعنا البيضة الحمد لله وأمورها صحية زي ما انتم شايفين 100%. هيها على الواقع صحتها 100% وكل امورها تمام، وان شاء الله الله يقدرنا نساعد اي طير تعبان ونخدم كل المربين والهوايه. شكرا للجميع.